بالتأكيد مبروك لفتيات الذهب حصولهم على بطولة السوبر، ولكن كان على عكس الأسبوع قبل الماضي كنا بنتحدث عن فوز على بيراميدز ثم فوز على إنبي. المرة دي حصل تعادل مع فريق المصري بدون أهداف، مباراة شهدت يعني فرص ضايعة كتير جدا من النادي الأهلي، كانت ممكن تضع الفريق بمسافة 6 نقاط عن أقرب منافس ليه في الدوري وهو نادي فيوتشر صاحب المركز الثاني، ولكن تعادل يعني خلى النادي الأهلي المسافة بينه وبين منافسه حاليا على يعني درع الدوري أو بطولة الدوري أو صدارة جدول ترتيب الدوري نادي فيوتشر 4 نقاط فقط لا غير، وده مش مستبعدين نادي الزمالك لأن نادي الزمالك في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن النادي الأهلي، وهيجمعهم مواجهة قوية جدا يوم 21. نتمنى بإذن الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي عشان تقدر توسع فارق النقاط بينك وبين أقرب منافسيك قبل الوصول إن شاء الله لكأس العالم للأندية ومواجهة أوكلاند سيتي. عندنا طبعا بعض التحفظات على في المباراة، ومنها تحديدا الجانب الهجومي للنادي الأهلي وإهدار الفرص الضايعة، ولكن مباراة المصري بتكون دايما كده خاصة لما بيكون المدير الفني هو كابتن حسام حسن. كان قبل المباراة دي واجه النادي الأهلي 28 مرة، قدر يعرقل مسيرة النادي الأهلي في 11 مباراة ما بين تعادل وهزيمة، 11 مباراة من أصل 28 مباراة، وده رقم كبير يعني ما تستقلوش بالرقم إن مدير فني بيعمل رقم قدام النادي الأهلي بالشكل ده. في مديرين فنيين لما بيعرقل مسيرة النادي الأهلي مباراة أو مباراتين حاسمتين في الدوري بيحطهم في السي في بتاعه، فبالتأكيد المباراة كانت صعبة وكان ليها حساسيتها، وبالتالي التجهيز حتى من قبل أعضاء اتحاد كرة القدم لهذه المباراة وإسناد المباراة لطاقم تحكيم ما عندوش الخبرات الكافية كان نوع من أنواع أو علامة من علامات الاستفهام اللي بالتأكيد هنتكلم فيها. لكن قبل ما نروح للتحكيم عشان محدش يفكر إن احنا رايحين للتحكيم لإهدار النقاط، لا، نروح لمشاكلنا الحقيقية، مشاكلنا اللي احنا بنعترف بيها وهي إنهاء الهجمات. دي نقطة مهمة جدا أعتقد يا فارس، يعني عشان نكون واضحين احنا ناس هنا بنستعرض سلبياتنا قبل إيجابياتنا ودايما بنتكلم من حيث إصلاح الداخل، ويمكن حلقاتنا السابقه كانت بتتكلم من هذا المنطلق. النهارده بتشوف يعني اكسبكتد جول بيصل ل3 اهداف تقريبا، فرص ضايعه محققه، مفيش الهداف اللي يقدر يخلص المباراه. سما احنا دايما بنواجه نفسنا، واحنا دايما هنا يا جماعه عندنا منهج ان احنا في الاشاده او النادي الاهلي فيما يستحق الاشاده بنكون واضحين وبنكون اول ناس بتدي النادي الاهلي حقها وبقوه وباستنادا للتاريخ وباستنادا للواقع، ودايما نذكر ده. على الجانب الاخر عهدكم بينا او عهدنا بيكم ان لما بيكون في امور واضحه وصريحه وتستحق المراجعه هنا دورك الاعلامي ان انت تنور عليها، ان انت تقول للناس يبصوا عليها، وان انت تخاطب الراي العام وتخاطب نفسك عشان تحدد مشكلاتك. وانا دايما بقول ده دور الاعلام، دور الاعلام هو رصد الظواهر، ده السمه الاساسيه للاعلام والصيغه الاساسيه. عشان كده احنا في مباراة المصري هنيجي طبعا لحتة إهدار الهجمات، ولكن انا أسامة قال حتة تخص المدير الفني النادي المصري، ويمكن انا قبل المباراة بيوم كنت اتكلمت عن كابتن حسام حسن وفكرة تعطيله للنادي الاهلي. انا بشوف ان مباراة كابتن حسام حسن تحديدا انت مش هتكسب كابتن حسام حسن غير وانت في قمة تركيزك رقم واحد، في قمة دوافعك، التركيز الفني حاجة والدوافع الشخصية حاجة، لازم تكون في قمة دوافعك الفنية للمباراة. يعني انت بتلاعب فرقة بيدربها كابتن حسام حسن لازم تكون عارف ان هو جايب اخر البطارية بتاعة الفريق المنافس. يعني ايه؟ يعني اعلى حاجة عندهم هتخرج في المباراة، يعني اقوى قوة ليهم وافضل طاقة وافضل اداء وافضل حاجة في حدودهم هتلاقي بيحاولوا يخرجوها، حتى على فكرة لو امكانياتهم الفنية متواضعة، حتى لو النادي المصري في مباريات سابقة كان عنده نتائج سلبية كتير، ولكن تبقى عارف لما تيجي تلعب كابتن حسام حسن هو عامل شغله الفني مع النادي الاهلي لانه هو عنده زي ما بنقول النو هاو بتاع اللعب مع النادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر عنده الحتة النفسية كمان، عنده اقناعه للاعبين، لان الراجل لما بيكلمك في مباريات من النوع ده هو لما مدير فني يقول لك صدق انك هتعطل الاهلي هو صادق. ليه؟ مهما كان النادي الاهلي قوي بس هو عمل ده بالتجربه، عمل ده بالتجربه مع فرق كتير جدا، فبالتالي انت لازم تبقى داخل على نفس الحاله بتاعته.
لو دخلت على حالة فنية أقل أو دخلت على حالة نفسية أقل أو دخلت على تركيز أقل، صدقني لازم هتلاقي مشكلة مباريات كابتن حسام حسن تحديدا. وأنا مش بقف عند النادي المصري لأن هو مع أي نادي هو دايما عنده فكرة التعامل مع النادي الأهلي. طيب نربط ده بإيه؟ نربط ده باللي أسامة كان بيقوله لكم، وهي فرصة أو فكرة إهدار الفرص. إهدار الفرص، النادي الأهلي يا جماعة عنده مشكلة واضحة يسعى إلى حلها ولا بد من حلها. يعني الحاجتين نسعى إلى حلها ولا بد من حلها، وهي فكرة إهدار الفرص. إهدار الفرص بشكل متتالي، عدم استغلال الأرقام والفرص اللي بتتاح. ويمكن مش أول مدير فني كولر يتكلم عن الفرص، ومش أول مرة نتكلم عن فكرة إن إحنا بنروح كتير بس المحصلة ليست على قدر لا الهجمات اللي أنت بتبنيها ولا الفرص اللي بتخلقها ولا حتى المحاولات على مرمى المنافس. وأنا عايز أقول حاجة يمكن البعض اتكلم فيها إعلامياً منتقد كولر فيها، وانا عايز اكون امين ومش شايف ان دي حاجه احنا هنا ممكن ما نناقشهاش، لا احنا نناقشها هنا، وهي ان مستر كولر لما اتكلم عن مهاجمي الاهلي وعن اضاعتهم للفرص في اكتر من مؤتمر صحفي سابق، ده تسبب في ان اللعيبه نفسيا يخسرها. جماعه احنا بنشوف في العالم كله كوره، اصل احنا مش هنا بس كره القدم، مش في الدوري المصري بس، كره القدم في العالم كله. نراجع كده مورينيو في 2014 مع تشيلسي، حد بس يعمل سيرش على اللي كان بيقوله مورينيو عن قصة المهاجمين بتاعه. في فترة تحدث في وجود توريس تصريحات قاسية جدا، وفي فترة تحدث في وجود مهاجمين آخرين، وكان بيتكلم إن هجوم تشيلسي في الوقت ده في العديد من المشاكل، وإن هو بيضيع كل مجهوده الفني وبيهدر مجهوده الفني. تعالوا نرجع لأنشيلوتي، اعمل كده بس، ابحث كده، ابحث عن أنشيلوتي وانتقاده لمهاجميه، هتلاقي فترة كبيرة جدا الراجل كان بينتقد في غياب بنزيما، أو في فترات سابقة على فكرة، في سنوات سابقة وتجارب سابقة ليه كان أيضا بيتكلم في نفس القصة. هنروح بعيد ليه؟ هنروح لبيب جوارديولا. بينتقد مين؟ هالاند. بينتقد مين؟ هالاند. الراجل هذا ماكينة التهديف المتكاملة، الراجل كان بينتقده في أسلوب لعبه وبعض الأشياء وفي عدد لمسه للكرات، وإن هو مش عايزه ينهي هجمات بس، هو عايزه كمان يشارك في اللعب الجماعي. ده بيحصل في العالم كله، وده العالم تجاوزه. الراجل ده بيتكلم في ظاهرة حقيقية ولا لأ؟ بيخلق فرص ولا لأ؟ فالمهاجم المفروض ياخد ده دافع إنه يحقق أرقام، ويعكس كلام المدير الفني يا أسامة. مش نقول أصل المدير الفني اتكلم على اللاعب الفلاني فنبدأ إعلاميا، وده مش استوديو واحد والله يا أسامة، ده إحنا بنتكلم في 4 5 استوديوهات مش تحليلية، حتى برامج شفتهم بيتكلموا في نفس الموضوع. أصل فقدان الثقة عند اللعيبة دي نتاج اللي قاله كولر. لا بص، هو ممكن يكون فقدان الثقة عند اللعيبة دي نتيجة عدم ثبات لاعب من هؤلاء في مركزه لمدة 5 أو 6 مباريات مستمرة. ده ممكن أتفهمه، ممكن نناقش النقطة دي، لكن أناقش تصريحات وأقول أصل هو يعني اتكلم عن مهاجمي النادي الأهلي بشكل سلبي فمهاجمي النادي الأهلي فقط الثقة، لا. أنت المفترض لاعب في النادي الأهلي يكون عندك قدرة على تحمل ضغوط حتى المدير الفني، مش بس الجماهير ولا المنافس والتحامات المنافس ولا اللي ممكن تقابله من عنف مع المدافعين، لا انت كمان لازم يكون عندك قدرة على اقناع المدير الفني بامكانياتك، حتى لو المدير الفني في بعض الاوقات ممكن يكون مش مؤمن بامكانياتك دي. فالقصة بالنسبة لي لا تطلع بره التصريحات، لكن اتفق لو احنا قلنا فعلا ما عندناش راس حرب ثابت بيلعب 5 أو 6 مباريات، ولكن المدير الفني وجد ضالته وقتها في بيرسيتاو، لعب اول مباراه غزل المحله قدر يسجل، لعب مباراه الاتحاد قدر يسجل، وهو بنفسه صرح ان بيرسيتاو بالنسبه له كان هو اللي بدا يثبت كفاءه ويقدر ينهي الهجمات ويسهل الامور ويفنش بشكل كويس على المرمى. فطبعا اصابه بيرسيتاو اثرت على، كنت اتمنى وده حقيقي بقى ان يجي مارسيل كولر مع 1 من 2 أو 1 من 3، لو عايز يشوف سافيو يجربه، عايز يشوف محمد شريف، عاوز يشوف شادي حسين، ويجيب واحد ويلعب بيه اساسي ويديله الدعم ان هو اساسي 5 أو 6 مباريات ونشوف الناتج ايه. الحقيقه محمد شريف الفتره الاخيره خد دعم ان هو يلعب اساسي، لكن اهدار فرص في مباراه انبي في الدقيقه الرابعه كانت ممكن تريح الفريق بشكل مبكر جدا. نفس القصه يعني في الكره اللي يعني قفشه خد 20 غرزه في عينيه من محمود جاد، راحت له الكره والمرمى خالي تماما وكان ممكن يقضي على المباراه او يريحنا في المباراه، حطاه يعني فوق العارضه. فكلام مارسيل كولر كلام احنا قارينه بالواقع، لو عرضنا حتى الاحصائيات هتلاقي الاحصائيات بترد على الكلام ده، اللي هو مش محتاجين فيه نحط راسنا في الرمل قد ما احنا محتاجين اننا نبقى فاهمين ان عندنا مشكله ولابد من حلها. انا اقف هنا عند محاولات على المرمى، 13 محاوله منهم 2 فقط لغير اون تارجت،
وده رقم قليل جدا. ده انت عندك هنا مشكله صعبه جدا. هتروح للاكسبكتد جول او الاهداف المتوقعه، هتلاقي 2.9 من 10 مقابل 6 من 10 للمصري. 2.9 من 10 تقريبا يعني 3 اهداف ما قدرتش تسجل ولا هدف، قدرت تصنع في 9 فرص مقابل 3 فرص. دي ارقام بتقول ان انا عندي ازمه حقيقيه في انهاء الهجمات. صناعه فرص 9 في مباراه زي المصري مع منافس زي المصري مع مدير فني زي حسام حسن، يكون عندك 13 محاوله على المرمى ولكن 2 فقط اون تارجت، يكون عندك اكسبكتد جولد اهداف متوقعه ان انت تسجلها من التسع فرص دول 3 اهداف ما تسجلش ولا هدف، لا اكيد في مشكله في انهاء الهجمات. طيب حل المشكله في انهاء الهجمات دي هتنتهي عند التعاقد مع سنتر فيرود او راس حربه صريح. جزء من المشكله هينتهي عند التعاقد مع راس حربه او مهاجم واضح وصريح يكون تارجت بالنسبه لك ان انت يسجل لك اهداف. هو ده الشغل المفترض يكون في التعاقد مع المهاجم الصريح. لكن مش كل المشكله هتحل، لان برضو جزء من المشكله ان انت عندك الوينجات في مشكله في يعني معدل تسجيلهم للاهداف، معدل اهدار الفرص عالي. يمكن شفنا اكتر من كره لدرجه ان المرمى كان خالي امام حسين الشحات. حسين اكتف جدا الفتره الاخيره، ولكن محتاجين نعلي من معدل تسجيل الوينجرز اللي عندنا للاهداف، لان ده اكيد اصبح خلاص كل الهدافين الدوريات دلوقتي باستثناء هالاند اللي بنتكلم عنه. لا، انت لازم يكون الوينج عنده قدره على تسجيل الاهداف، ولكن المهاجم عنصر اساسي وشرط اساسي من حل هذه المشكله.